الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عمليتي جذعات أساف وعفرة ووفد أمني مصري في غزة لمناقشة التهدئة. روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة لتسهيل خروج اللاجئين من مخيم الركبان. والاتحاد الأوروبي يرفض توصية بشمل السعودية ضمن اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب. أخبار الساعة من i24 نيوز، أهلا بكم. تنظر المحكمة العليا في إسرائيل الأحد المقبل بقرار لجنة الانتخابات المركزية إلغاء مشاركة قائمة الموحدة والتجمع في الانتخابات والمرشح في تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير عفر كسيف. ويتوقع مراقبون أن تلغي المحكمة القرار كما جرى في حملات انتخابية سابقة. منع لجنة الانتخابات المركزية ائتلاف التجمع الوطني والحركات الإسلامية خوض الانتخابات، وفي المقابل السماح للممثل حزب عثمة يهوديت بذلك، وجه الأنظار نحو المحكمة العليا الإسرائيلية المنتظر أن تلغي الأحد القريب القرارات التي أفرزتها اللجنة عملا بتوصيات المستشار القضائي للحكومة. قرار وقرار سياسي، اليمين المتطرف هم أصحاب قانون القومية، هم الذين قرروا أن يشطبوا هذه القوائم العربية لأنهم لا يريدون لنا تمثيل. يبدو الأمر كفوز مضاعف، فوز مضاعف يستغل فيه اليمين المنصة ضد العرب، وهو يعرف مسبقا أن المحكمة العليا ستغير قرارهم، ومن خلال ذلك ستظهر المحكمة إسرائيل كدولة ديمقراطية. لكن في الحقيقة أي نوع من الديمقراطيات هذا الذي تنزع فيه الشرعية عن وجودك؟ ومع اقتراب موعد الانتخابات يضج الإعلام الإسرائيلي بأخبار تتحدث عن فضائح قديمة لمختلف المرشحين، ويزداد التراشق الكلامي بين المرشحين أنفسهم، فيما يواجه النائب دافيد بيتان من الليكود توصية من الشرطة بتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة. أما على صعيد آخر استطلاعات الرأي، فقد أشار استطلاع i24 نيوز لاستمرار النتائج بين المعسكرين على حالها، مع استمرار تفوق حزب كحول لافان على الليكود، فيما بقيت الصورة غير ثابتة في أوساط الأحزاب الصغيرة التي تدور في فلك نسبة الحسم، والتي سيكون لها انعكاسات على قدرة المعسكرين في تأليف الحكومة المقبلة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي عبر سكايب الصحفي المختص بالشؤون الحزبية إيلي نيسان. أهلا بك سيد إيلي. أولا يعني كيف يتوقع أن ينتهي النقاش في المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يتعلق بقرار شطب قائمة التجمع والموحدة وكذلك المرشح عوفر كسيف؟ أولا هناك نداءات لنزع الصلاحيات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، لأنه يقال بأن هذه اللجنة هي لجنة سياسية أكثر من هي لجنة تدير شؤون الأحزاب. ولذلك هناك كثير من القرارات التي قررتها اللجنة في السابق في الانتخابات اللي مضت، جاءت محكمة العدل العليا وألغت هذه القرارات، على سبيل المثال بكل ما يتعلق بحنين الزعبي وغيرهم. وأيضا في هذه الانتخابات نرى أن على سبيل المثال عندما قرر أو كان للمستشار القضائي موقف معين بشطب ميخائيل بن أري وعدم خوضه الانتخابات، جاءت اللجنة وقررت خلافا لموقف المستشار القضائي. وهو كذلك الأمر بكل ما يتعلق بكسيف، عندما المستشار القضائي وافق على خوض كسيف الانتخابات القادمة، اللجنة قررت خلافا لموقف المستشار القضائي شطب كسيف من هذه من طيب إمكانية. سيد إيلي، ألا يعد على هذا على كل حال يوم الأحد ستنقل كل هذه القرارات من لجنة الانتخابات المركزية إلى المركز إلى محكمة العدل العليا، التي ستنظر بهيئة مؤلفة من 9 قضاة
في محكمة العليا العليا بكل ما يتعلق بقرارات لجنة الانتخابات المركزية. أقول نقطة مهمة. نعم. أنا شاركت العديد من تغطية لجنة الانتخابات المركزية. وهناك قرارات أو هناك مواقف في هذه اللجنة التي ولى عليها الدهر والزمن، لأن هذه القرارات لا تتماشى مع التطورات على سبيل المثال في الإنترنت. وكما رأينا هذا الأسبوع عندما قرر القاضي رئيس لجنة الانتخابات منع من بدء خطاب رئيس الوزراء نتنياهو، ولكن كل هذه الخطابات تم نشرها او بثها. طيب يعني لنعود الى سيد إلي الى النقطه الاساسيه، يعني قرار لجنه الانتخابات جاء مخالفا لتوصيات المستشار القضائي. صحيح. وهذه صحيح. الى حد ما كانت مفاجاه. هل يتوقع ايضا ان تفاجئ المحكمه العليا وتاتي بقرار جديد خلافا لقرارات سابقه بالابقاء على ترشح القوائم؟ لا شك، لأن المحكمة محكمة العدل العليا هي مستقلة باتخاذ قرارها قراراتها، وهي ترى برؤية شاملة أكثر مما تراه لجنة الانتخابات. لأن كما قلت في بداية كلامي، لجنة الانتخابات هي لجنة سياسية أكثر من لجنة قضائية. تمثل الأحزاب. نعم. هناك مواقف سياسية في هذه اللجنة، وأعتقد أن لليمين هناك أغلبية بكل ما يتعلق باتخاذ مثل هذه القرارات. طيب. خلافا لما نراه سيد يوم إيلي، يعني بما أننا نتحدث عن الانتخابات، أريد أن أستغل ما بقي من وقت للحديث عن مسألة المعسكرين الوسط واليمين. الآن يعني هناك تقارب في الأصوات لمصلحة هذين المعسكرين، كيف برأيك سيؤثر نشر أجندة كحول لافان على الاستطلاعات المقبلة في نهاية الأسبوع؟ أنا أعتقد أن أنا رأيت الأجندة الأزرق أبيض لا تغيير على سبيل المثال بينها وبين حزب العمل على سبيل المثال، وكل ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من المناطق أو إقامة دولة فلسطينية هناك تطابق. هناك خلافات بين حزب الليكود وبين هذه القائمة. عندما تعتبر أو يعتبر حزب الليكود أو اليمين، إذا كان بشكل كامل حزب أزرق أبيض بأنه حزب يساري ويتنازل عن المزيد من المستوطنات، لأن حزب كحول لافان الأزرق أبيض يتحدث عن كتل استيطانية، لا يتحدث عن المحافظة عن كافة المستوطنات. هذا صحيح. ولذلك هناك فرق شاسع بين المعسكرين، والانتخابات هذه ستكون بينما وصف اليمين والمركز. نعم. يسار. وهذا الشعب عليه أن يختار ماذا يحدث في 9 من شهر نيسان القادم. سننتظر. أشكرك جزيل الشكر الصحفي المختص بالشأن الحزبي في إسرائيل إيلي نيسان، شكرا. وقعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتفاقية مع الأردن لزيادة عدد العمال الأردنيين العاملين في إيلات في قطاع الفنادق، وبموجب الاتفاق سيضاف 500 عامل أردني إلى 2000 عامل يعملون في الفنادق الإسرائيلية في المدينة. وفي وقت سابق قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع الأردن لإيجاد حل لأزمة باب الرحمة في الحرم القدسي. هدم الجيش الإسرائيلي منزل عاصم البرغوثي منفذ عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة عفرة في ديسمبر الماضي وعملية إطلاق النار في جفعات أساف، ويقع المنزل في قرية كوبر بالضفة الغربية. وكان البرغوثي قد اعتقل بعد أيام من مطاردة الجيش الإسرائيلي له. بما يقارب 40 آلية رافقتها جرافات عسكرية ضخمة، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم قرية كوبر غرب مدينة رام الله، وهدمت منزل عائلة الأسير عاصم البرغوثي تنفيذا لقرار صادقت عليه المحكمة الإسرائيلية العليا الاثنين الماضي بعد رفضها التماسا قدمته العائلة ضد هدم المنزل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان القرية والقوات الإسرائيلية
التي أطلقت تجاههم قنابل الغاز والأعيرة المعدنية. وإحنا الحمد لله رب العالمين قويين وثابتين، وهذه طريقنا وإحنا اخترناها، ولو أنه هذه الدار بدها تعز علينا معي ولا تعز على عاصم ما عملش عاصم هذه العملية. وتعقيبا على هدم منزل عائلة البرغوثي، أكدت القيادة الفلسطينية أن هذا الإجراء ينطوي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية ضد العائلات الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الأممية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حالة من التوتر والتصعيد لا يمكن السيطرة عليها. دم عائلة البرغوثي يعتبر جريمة بالنسبة لنا في سياق الجرائم الصاعدة من قبل الاحتلال بهدم البيوت وفرض العقاب الجماعي وما يقوم به من جرائم مستمرة ضد الشعب الفلسطيني. واعتقل عاصم البرغوثي في يناير الماضي بعد شهر من مطاردته بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة قفعات آساف إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة طفل يبلغ 15 عاما متأثرا بجروح أصيب فيها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة. هذا وشهد قطاع غزة توترا أمنيا وتصعيدا بعد ساعات من قصف إسرائيلي لمواقع تابعة لحماس على أثر إطلاق بالونات متفجرة باتجاه إسرائيل. ويأتي ذلك في ظل استمرار لقاءات الوفد الأمني المصري مسؤولي حماس وإسرائيل لتثبيت التهدئة. قتلت قوات الأمن المصرية 7 أشخاص ينتمون لحركة حسم المتشددة، فيما أصيب ضابط شرطة في اشتباكين اندلعا أثناء اعتراض شاحنة نقل صغيرة مشتبه بها ومداهمة شقة سكنية كان المسلحون يتخذونها وكرا بمحافظة الجيزة. وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني أفادت باعتزام عناصر تابعة لحركة حسم زرع عبوة ناسفة في الجيزة المتاخمة للقاهرة عن طريق التنكر في زي عمال كهرباء وباستخدام شاحنة صغيرة، وأنهم يتخذون شقة سكنية في منطقة 6 أكتوبر. وقال البيان إن 3 مسلحين قتلوا وأصيب ضابط شرطة بعدما اقتربت قوات الأمن من الشاحنة المشتبه بها وبادر 3 الذين كانوا بداخلها إلى إطلاق النار باتجاه القوات. حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أن تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات قد يسبب الفوضى، ودعا في رسالة بثتها وكالة الأنباء الرسمية إلى الحذر من اختراق التعبير السلمي من طرف أي فئة غادرة داخلية أو أجنبية كما قال، وهو ما قال إنه قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى. وتزامنت رسالة بوتفليقة مع خروج مئات المحامين متشحين حين بأرديتهم السوداء إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي دعما للحراك الشعبي الرافض لترشيحه مجددا. قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تأمل في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة الباغوز آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا. ويأتي ذلك فيما أعلن مقرات التنسيق الروسي والسوري أن السلطات الأردنية رفضت السماح للاجئين في مخيم الركبان بدخول أراضيها. يتصاعد دخان المعارك في الباغوز آخر معاقل داعش على الأرض السورية، واقتراب إعلان نصر كردي بدعم أمريكي على التنظيم، الأمر الذي أزعج الجانب التركي ودق ناقوس الخطر في أنقرة ورفع حرارة التصريحات على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهاجما الولايات المتحدة الأمريكية والأكراد بأنه لن يكون هنالك أي حكم ذاتي لهم على حدوده، مؤكدا أن المنطقة العازلة ستكون تحت السيطرة التركية، وذلك بعد فشله في اتفاقيات خفض التصعيد في إدلب ومماطلات وضعته في موقف محرج أمام حلفائه الروس والإيرانيين. ليس بوسع تركيا أن تقبل تسليم السيطرة على منطقة آمنة مزمنة في شمال سوريا إلى أي جهة أخرى، وإذا لم تستطع الولايات المتحدة استعادة الأسلحة التي قدمتها لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا
فعليها تسليمها لتركيا. وعلى الحدود السورية الأردنية لا تزال أزمة مخيم الركبان للاجئين السوريين تتفاقم وسط تبادل اتهامات بين روسيا وسوريا من جهة والولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي من جهة أخرى، وذلك بحجة احتجاز اللاجئين من جانب الولايات المتحدة ومنعهم من الخروج من المخيم، الأمر الذي نفته واشنطن والتحالف الدولي مؤكدين أن لسكان المخيم حرية التنقل ولم تمارس ضد أحد منهم ضغوط للبقاء أو الاحتجاز. وكانت موسكو ودمشق قد أصدرتا بيانا اتهمتا فيه الولايات المتحدة بأنها سلمت الجانب الروسي قائمة من الأسئلة معظمها استفزازية مشروطة لإطلاق سراح المحتجزين في مخيم الركبان، مما يهدف إلى إرباك المجتمع الدولي والتشكيك بالإجراءات التي تتخذها روسيا وسوريا للوصول إلى تسوية لقضية الركبان. في الوقت الذي رفضت فيه السلطات الأردنية دخول النازحين إلى داخل أراضيها ليشتد الحصار والجوع والوضع الإنساني على السكان المدنيين البالغ عددهم ما يقارب 50,000 نازح سوري داخل المخيم. خبير الشؤون الاستراتيجية عمر الرداد ينضم إلي عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك سيد عمر. أولا فيما يتعلق بمخيم الركبان وهذه الاتهامات الروسية السورية للولايات المتحدة، هل هي أولا صحيحة؟ وإذا بالفعل صحت هذه الأنباء بأن الولايات المتحدة تحتجز اللاجئين وتمنعهم من مغادرة المخيم، ما الهدف من هذا الاحتجاز؟ مساء الخير لك والأخوة المشاهدين. أعتقد أن التحرش الروسي السوري الإيراني الحالي بمخيم الركبان هو يأتي استكمال لما تقوم به قصد في شرق سوريا منطقة الباغوز الآخر معاقل داعش في هذه المرحلة. هم يعتقدون أنه 50,000 المتواجدين في هذا المخيم وهو غير بعيد عن قاعدة التنف الجوية اللي عليها خلافات كبيرة جدا بين التحالف قيادة الولايات المتحدة وروسيا من جهة أخرى وإيران، حيث يطالبون أيضا بإخلاء هذه القاعدة الجوية. موضوع المخيم موضوع الأردن له موقف سابق ويعني ثابت تجاه هذا المخيم. سنتحدث عن الموقف الأردني من فضلك، لكن بالنسبة للولايات المتحدة. نعم، الولايات المتحدة تقديري أنها لا تمنع من خروج، يعني خلافا للادعاءات الروسية والسورية لا تمنع من خروج القاطنين بالمخيم وعددهم بالفعل حوالي 50,000 للذهاب باتجاه سوريا، لكن يبدو أن الروس والحكومة السورية يريدون أن يساوموا يعني مسألة الغذاء ومسألة الحصار والجوع والظروف الإنسانية اللي يعيشها المخيم، يريدون أن يفجروا قضية ضد التحالف وضد الولايات المتحدة من خلال التأكيد بعدم السماح لهم وأنهم قدموا كل ما يمكن تقديمه، لكن أن أمريكا والتحالف هم من يتحمل مسؤولية المجاعة والظروف الإنسانية السيئة جدا. الآن فيما يتعلق بالدور الأردني ويعني منع السلطات الأردنية للاجئين من هذا المخيم التوجه عبر الأردن، هل هو بسبب بالفعل الأزمة يعني والعدد الكبير للاجئين في الأردن والأوضاع الاقتصادية التي سببها في المملكة؟ بتقديري يعني هذا أحد الأسباب، لكن هناك أسباب أقوى من هذه الأسباب. الأسباب يعني المرتبطة بالظروف الاقتصادية للأردن ليست هي السبب الوحيد فقط، لا بل أنه سبب ثانوي. ربما لو حصل الأردن على مساعدات دولية حقيقية بالإمكان استيعابهم، لكن الحد الفاصل بهذا الموضوع هو أسباب أمنية، إذ تعرض عدد من الجنود الأردنيين للاستشهاد بالمنطقة. سكان المخيم خليط، هناك عدد من الإرهابيين والمنتمين لفصائل إسلامية وفصائل مختلفة متواجدين. داعش من خلال هذا المخيم سبق بمرحلة أوجها قبل أكثر من سنة، نفذت عملية ضد قطاعات الجيش الأردني بالمنطقة، وبالتالي الأردن لأسباب أمنية بحتة ليس بمقدوره حقيقة السماح بدخول يعني سكان المخيم بمن فيهم من عناصر إرهابية، وتحديدا في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن الباعوز ونتحدث عن داعش واحتمالات انسيابهم بالصحراء. صحيح، أشكرك جزيل الشكر سيد عمر الرداد خبير الشؤون الاستراتيجية وقد حدثتني من عمان.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة هي من يسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس، لدرجة أنها جندت عددا من قادة العالم للتوسط معه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف روحاني في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كيلان أن 5 من قادة العالم توجهوا إليه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي وطلبوا منه لقاء ترامب، وأكد أن على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق النووي وأن تعترف بأخطائها وتعوض إيران عن انسحابها من الاتفاق قبل أي مفاوضات معها. أيدت دول الاتحاد الأوروبي قرارا يرفض اقتراح المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويأتي القرار بعد ضغط من الرياض. وعزت دول الاتحاد القرار الصادر بالإجماع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية. قال دبلوماسيون إن 36 دولة على الأقل بينها كل دول الاتحاد الأوروبي وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان. وسيكون البيان أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006. كما سيدعو السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ناشطات والتعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إن بلاده تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية في يوليو تموز المقبل. وأوضح أوكتاي أن تركيا تقوم بما تقتضيه مصالحها فيما يتعلق بمنظومة S-400. وأضاف أن شراء المنظومة لا يعني أن أنقرة لن تشتري باتريوت في حال تحققت الشروط الملائمة خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي. قتل 3 أشخاص بعدما ضربت سلسلة من الانفجارات إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من تجمع تأبيني لسياسيين أفغان يحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبدالله عبدالله. وأفادت مصادر إعلامية بإصابة زعيم حزب أفغاني مرشح للانتخابات الرئاسية جراء الانفجار. كما ذكرت قنوات تلفزيونية أن 10 انفجارات دوت في كابول ليس بعيدا عن مكان التأبين السياسي وسمع دوي إطلاق نار. وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق تسجيل رقم قياسي من الضحايا المدنيين في أفغانستان خلال العام الجاري. قتل شخص وأصيب عشرات بعد انفجار قنبلة في محطة حافلات في مدينة جامو الهندية في واقعة تأتي بعد أسابيع من مقتل 40 من أفراد القوات الهندية في كشمير في هجوم نفذته جماعة جيش محمد التي تتخذ من باكستان مقرا لها. ولم يتضح سبب الانفجار لكن مسؤولين حكوميين وصفوه بالهجوم. وتنقسم ولاية جامو وكشمير إلى شطرين، هما كشمير ذات الأغلبية المسلمة وجامو ذات الأغلبية الهندوسية. وقع انفجار قنبلة يدوية يبدو أنها ألقيت من الخارج، ربما تدحرجت تحت الحافلة وتسببت في إصابة حوالي 18 شخصا تم نقلهم للعلاج. وصلت إلى المتجر وسمعت انفجارا بدا وكأنه انفجار إطارات. بعد دقيقتين علمنا أن قنبلة يدوية انفجرت هنا. كان هناك بين 10 و12 مصابا بجروح بينهم جروح خطيرة. دعا المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا أوروبا إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو غداة إعلان كاراكاس سفير ألمانيا شخصا غير مرغوب فيه. من ناحيتها دانت برلين الخطوة وقالت إنها استدعت سفيرها في فنزويلا لإجراء مشاورات. بما يخص قرار الحكومة الفنزويلية أو بالأحرى نظام مادورو في كاراكس بطرد السفير كراينر هو قرار غير مقبول، لذلك قمنا باستدعائه إلى ألمانيا وسنناقش الوضع مرة أخرى. هذا لا يعني أننا سنعيد النظر في دعمنا لإخوان غويدو كرئيس مؤقت والذي عليه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية. دعمنا له لن يتغير. ونختتم نشرتنا هذه بقصة نجاح شاب من الكويت الذي حول عشقه للقهوة إلى مشروع في بلده في وقت تحاول به الكويت دعم الشركات الناشئة لتنويع مواردها بعيدا عن عائدات النفط.
المستهلكون الكويتيون يتحولون بشكل متزايد لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية في كل جوانب الحياة تقريبا، من استدعاء سيارة الأجرة إلى طلب الطعام والشراء من البقالة. هذا الأمر دفع الشباب للعمل على تأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا. من هؤلاء الشباب علي إبراهيم الذي حول عشقه للقهوة إلى مشروع في بلده بعد أن أنهى دراسته في الخارج. طبعا بدايتنا يعني أنا كنت وايد مهتم بالتكنولوجيا بشكل عام، وأيضا يعني من عشاق القهوة يعني. فكنا لما قاعد ندرس بأمريكا كان one of the applications اللي دائما نستعمل اللي هو ستاربكس آب. فلما رديت الكويت يعني كان الواحد بين قرار انه والله يروح قطاع خاص او يكمل بالحكومه ولا يبلش يعني مشروع الخاص. وانتم عارفين يعني الكويت مليئه بمشاريع مشاريع صغيره وتجارب ناجحه يعني. اعلنت الحكومه الكويتيه عن عده مبادرات لدعم الشركات الناشئه المتناميه في اطار عملها على تنويع مواردها بعيدا عن عائدات النفط. هذا وفي احيان كثيره يتم تمويل هذه الشركات من قبل اصحاب رؤوس الاموال. شركة كيس فنتشرز هي شركة تستثمر في الشركات الناشئة التكنولوجية. رأس مال شركة كيس فنتشرز 35 مليون دولار، وأبرز مساهمينها كفتش كابتل بيتر كابتل. هدف الاستثمار هو الدعم للقطاع الناشئ التكنولوجي أو قطاع الشركات، أو الهدف دعم القطاع التكنولوجي في الشركات الناشئة. كانت الحكومة الكويتية قد أطلقت الصندوق الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2013 للمساعدة في دعم قطاع الشركات الناشئة في البلاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام أخبار الساعة. المزيد منها يمكنكم متابعته عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على فيسبوك وتويتر. في أمان الله وحفظه.